الوقفة هذه لله هي ضد معناها ما يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المشبوهة من انتهاك لعروضات الناس، ثم وصل بهم الحد في حملة سميتها حملة الكلاب المسعورة ضد سماحة مفتي الجمهورية، ثم خذوها مطية ليولي معناها السخرية برموز الدين، ولت المادة متاع السخرية سيدنا جبريل ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا غير مقبول وما نجمش نقبله حتى معناها بأي طريقة ولا تحت حتى عنوان. جينا باش نقابلوا المسؤولين هذوما أكثر من مرة، لقينا ثم نظام اللي يعيش بيها يعني هالإذاعة هي العزل يقوى من سيده، يعني هيثم المكي قوة عظمى معناها محاط والهيثة وجبهة الشعبية وكذا كذا ما يحكمش فيه، تلا ضيف يكسر في البلار والمدير نتاعو حاشم وجهه حمار، وهذه شهادة للدين. باهي عملنا وقفة احتجاجية باش نوصلوا الصوت وباش نقولوا يرتدعوا الناس هذوما ما يمسوش التوانسة في رموز الدين وفي الناس اللي هما عندهم مكانة في قلوب التوانسة هذا، ثم لعلهم يرتدعوا. وسنذهب إلى الهيكل وسنذهب إلى القضاء ولكل حد حديث، وسنعود إن لم يرتدعوا لمثل هذه الوقفة وتصبح وقفات وتصبح جماهيرية. يعني عملنا برنامج إنه مسير جماهيرية وباش تكون منضبطة وتكون الوقت وجيز، حبينا نوصلوا الرسالة من غير ما تكون معناها ثم أضرار جانبية، ولكن عندما يتمادى هؤلاء في غيهم ستكون وقفة قوية أقوى من هذه وربما تكون. لكن السيد دائما مسنود من جهات خارجية مخابراتية هي اقتصادوا الشعب، قولوا ودي دائما كلموش وخلفهم احنا كيفاش نصرفوا معه، وان شاء الله نحن باش نمشيو بالقانون. عملنا وقفه احتجاجيه اليوم ماشيين للهيكل نمشيو للقضاء، والشعب التونسي باذن الله كل من عنده ذره نتاع ايمان في قلبه يستنكر انه تولي ماده السخريه سماحه المفتي والنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وجبريل عليه السلام. هذا غير مقبول، نقعدوا احنا مسلمين يا سيدي الحد الادنى ما يتمسوش المقدسات وما توليش ماده للسخريه وللتندر في المقاهي في السيارات في البيوت. هذا صار، هذا نقولوا منكر، هذا مش مقبول، وسنقولها بقوه مدويه لتصل عنان السماء.